يعطيكم العافية الربع، معكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمينج. فيديو اليوم راح نلعب فيه أو بدايتنا للعبة راتشن كلانك ريفت أبارت، اللعبة الحصرية لجهاز البلاي ستيشن 5 واللي راح تصدر في تاريخ 11/6 عاد على حسب متى ينزل هذا الفيديو أو متى يسمحوا لي أنزل هذا الفيديو، ما أدري. نقول 11/6 راح تصدر اللعبة، يمكن اليوم 11/6 ما أدري. فخلونا نلعب اللعبة ترجمة العربية ونشوف شنو وضعها. اوكي، فعشان اشغل الترجمه العربيه حولت لغه الجهاز حق العربي، فطلع الفويس اكتنج هو بالعربي بس بالانجليزي اي بالعربي. في اقرب مدخل المنشاه للاصلاح الالزامي للسلوك سيكون الامر ممتعا. اوكي نكمل. تمويه يعمل. هذه مساعدة وهذا روبوت المعلومات. عمل مذهل، والآن فكي شفرة ذلك الشيء. أين روبوت المعلومات؟ يدورونه يا ويله. صادوه صادوه صادوه. هاي لا عليك، ترين؟ هذا أنا ريفت. سأذهب هنا، سيوصلك للمنزل، صممته ليناسب الجميع، لذا ينبغي. شكرا لك. شكرا لك. يمكن ما عندي مشكلة مع الدبلجة هني، بسبب يمكن الفيشل انيميشن مو حقيقي كله سي جي اي. ممكن غريبا ان يقيموا حفلا من اجلنا، اعني لم نفعل شيئا منذ سنين، يظنون اننا هربنا. اوه ماذا لو هربنا بالفعل؟ لحسن الحظ لن نقوم باي اعمال بطوليه الا اذا احتسبنا الابتسامه والتحيه. اجل. راح بول براتشت اند كلانك. grab your wrench. اوكي هذين شو اسمه انش سبانا كلابتين. Travel to the front of the parade. Okay. Nice. Ratchet.
اولد اوكي اوكي هذا يعطينا طلقات الربع لا بس خلنا نعطيكم فوكس ما يبين وين شلون يبين يعني اتمنى كان واضح شوف اوكي اهلا عثرت على اللوماكس هل تعد هذه اعاده تمثيل للبشر لك مكافاه اقطع راسك ماكشن لا اعتقد ان هذا جزء من العرض لا اعتقد ان هذا جزء من العرض وين الثاني اوبا بلشنا المغامرة اتمنى ان لا يخص هديتك بسرعة الى مقدمة مسار العرض بابا سلام الهليكوبتر ذكرني بأفلام ديزني اكسر وهذه الأمور ليفل اب فيرس بيستل اوكي خلصنا عليها السفينة فعالية تهاجم سأدخل في الموضوع راتشت لا أعلم ما سيحدث لي لولاك أنت صديقي المقرب وزميلي وتخليت عن الكثير لأجلي أصلحت الناقلة البعدية
يمكنك التنقل بين الأبعاد وإيجاد عائلتك. أوه يا صديقي أنا. ماذا؟ دكتور نيفاليوس راتشيت وكلانك. يا لا من مفاجأة سارة، لم أتوقع رؤيتكما هنا بعدما كان الكون على وشك سحقكما قبل دقائق. ماذا تريد يا نيفاريوس؟ نيفاريوس شلا هبل هذا، شنو شال معاه هذا؟ زين طيب سويتش 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 طيب اوكي ليش السلو انيميشن يا ويله لا أحد خذ رحنا كان يجب أن أعرف أن نيفاريوس سيفعل أمرا كهذا لا تقسو على نفسك سيكون مثل الأيام الخوالي هيا يبدو أن نيفاريوس هبط قرب محطة القطار. سيدة زوركون، لنحضر الأسلحة. تحتاج سلاحاً؟ السيدة زوركون لديها الكثير. زوركون؟ يلا. Welcome to the one stop shop to power up your arsenal. The enforcer. هاته. شكرا الكون قادمون اياكم شرفوا اوكي الدول سنس لما تستخدمها اذا تطقها طقه واحده استخدم طلقة واحدة من الشوتجن طقها طقتين دقيقة اوكي النايس اي بعدين ياهو اترك الناقلة يا نيفاريوس اترك الناقلة البعدية ولما لا اليوم ستذوقون طعم الخسارة خسارة؟ شديد المرارة بمجرد أن أفهم الإحداثيات قل وداعا ما
يا بالعيد يا بالعيد. الله 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 الله. دخل ديناصورات. ماذا حدث؟ أعتقد أننا نواجه مشكلة. احلف. تدمر الجسر، لنجد طريقا آخر. ربما تتفاعل الصدوع مع مرحلة كوارتز في قفازك. جرب تصويبه على أحدهم. رأيت ذلك؟ كان ذلك مشوقا. تركب السيارة إلى باونتي فير. نايس. يا ساتر يا ساتر. واو، انتبه لرأسك. هذا أسوأ مما تخيلت. خروش الرمال بالأعلى. هذا جنو. أوف أوف. يعني مو بس هذي الأداء. يا ساتر يا ساتر. بطل لنا ديناصورات. خذتهم خذتهم كراكن. هذا منو؟ طبعا يا ساتر. شوف العوالم اللي قاعد تطلع. سلام عليكم. تعال يا زركون. اعطينا كمية المؤثرات. أتمنى لو كان يقوم بعمل شيء قوي وشيء هم. يعني أبيلك تركز. انتم معنا كون بلا فائدة. هذا جزاء منحي إجازة مدفوعة الأجر لمساعد. بسرعة، لن نتركه يفرط في استخدام الناقلة البعدية. يجب أن نضعف دفاعه. اوكي يلا 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 يلا. يا إلهي، خذ يا نفاريوس.
نفاريوس خلصنا. جيب لنا منو بعد؟ صدق من وين يابهم؟ قوي 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 نفاريوس قوي. يا الله يا الله عشرة 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 أوتش. راح الابعاد تضعف الى حد كبير. هذا ليس جيدا بالتاكيد. والله والله عالم رعاله يا ساتر كاف الكراكن قرصنا قاذورات. يا نابوس لا طبعا ما نجحت. ما هذا النيون؟ حان وقت هزيمتك الآن. راتشت الناقلة البعدية. يا إلهي ذراعي و لا الناقلة البعدية إنها ماذا فعلت أنا؟ ما الذي فعلته؟ من أنت؟ شخص لديه العديد من الأسئلة لنتجول قليلا. انتظري يجب أن أعثر على صديقي. قوي الشخصية. لقد عدت مبكرا من غزوتك. أجل إمبراطور. وين راتشت هنزين؟ لهني وصلنا لنهاية الفيديو الأول. كتبوا لي رأيكم تحت بالكومنت وإذا أنتم متحمسين نكملها، وكتبوا لي بعد كذلك رأيكم في الأداء الصوتي. صراحة نفاريوس أنا عجبني أداء الصوتي كوميدي شوي. فيعطيكم العافية وأشوفكم في فيديوهات ثانية. مع السلامة.